ويعد مؤتمر المناخ كوب 27 جزءا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي والتي وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ. وتعمل مصر خلال رئاستها لقمة المناخ على تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها وتحويلها إلى واقع فعلي لتحقيق تطلعات شعوب العالم في مواجهة التغيرات المناخية.